السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تقاطع مجموعتين. مثال، لو عندي مثال بالشكل اللي قدامي ده، هو بيقول لي إذا كانت س بتساوي، وبفتح قوس مجموعة 1 و2 و3 و4 و5، وص بتساوي مجموعة أرقام العدد 6 و3 و1 و5 بالشكل اللي قدامي ده. يقول لي مثل المجموعتين س وص بشكل فين، ثم أوجد س تقاطع ص وص تقاطع س. وبيسألني بيقول لي ماذا تلاحظ؟ طبعا الحل هيكون عندي كالآتي، همثل المجموعتين بالشكل اللي قدامي. مجموعة س عبارة عن 1 و3 و5 و2 و4، ومجموعة ص عبارة عن مجموعة الأعداد أو أرقام العدد اللي هو 6315، اللي هم عبارة عن 6 و1 و3 و5. وبالتالي الحل هيكون عندي كالآتي: س بتساوي المجموعة اللي هو مدهاني، الص بتساوي 5 و1 و3 و6. إذا س تقاطع ص، هنلاحظ هنا إن س تقاطعت مع ص في 3 أعداد، أو معنى صح الأعداد المتكررة ما بينهم هو تقاطع المجموعتين. فس تقاطع ص بيساوي 1 و3 و5، الجزء المظلل عندنا بالشكل ده 1 و3 و5، وص تقاطع س أيضا 1 و3 و5. نلاحظ هنا إن س تقاطع ص هي ص تقاطع س. تمرين، عاوزينكم إن شاء الله تشاركونا حل المسألة دي في الكومنتات، تقول لنا إزاي شرحتها لابنك أو بنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل لآباء وأمهات أكتر ويفيدهم في المذاكرة مع أولادهم. وياريت تعمل متابعة لقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينكات عندك في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.